جيبها بروحها. مجرد ما انا عملت النايف لازم اعمل شنو؟ النايف كارد. شغل الجهاز الخارجي. بدي هذا. هذا كان ولا لا؟ لا. لو تفضل. خايس. اسمه مشوار. ما مشكلة حبيبي. اعمل جسمك للبلوك لازم افك هنا عشان شنو؟ يكون حركتك شنو؟ حركتك ايزي. هذا المفتاح بدي البلوك هولدر يسار ويمين. يسار. وهذا المفتاح بدي البلوك فورورد وبك هولدر. ايش المفروض يكون؟ المفروض يكون النايف ايدج اللي هو سطح السكينه سطح البليد مع الـ مع الـ مع سطح البلوك يكون شنو؟ مستوي مستوي هيك هنا هنا الدرج اول ما بقطع بعمل له يسمى التريمينج. قلنا يعني ايش تريمينج؟ زاد الواكس الزايد اللي انا حطيته شنو؟ في الموز. بعمل تريمينج هنا. بدوس دوس يجي هنا شنو؟ لاحظ ايش كتب؟ تريمينج. تريمينج دائما بيكون بكم؟ 15 اتاكد انه خلاص بدا السكشن يظهر في الباكس. ما بخلي البلوك تحت بخليه فوق واقفل كده. واضح؟ بحول من تريم لشنو؟ اطلع لها ثاني. ايش؟ شكل المطلقة الجنة البلوك كامل لما نبدأ حيث انه السكشن بدأ الشمعة الاول خلاص راح بدأ سكشن يسحب وقف تريم وحاول ليش نو وقفت لما ندوس هذا كده تريم الثاني كار تريم كار تريم كار الكار دائما يكون من 3 to 5 انا حسي هي عامل تريمية لكن اصلا هو من 3 to 5 ممكن نلبسه من هنا عامل 5 واضح يكون عندك سلايد عشان تسيبه وين سلايد ثاني تكتب فيه شنو؟ تكتب فيه شنو؟ الليب بتاع العين خليه جاهز تكتب شنو؟ سكت يكون واقف فوق من كده وتسكر عليه تجيب فرصه
لاحظ ده هنا كل ده كل شمع ساكت ده كل شمع واقف بعينه العين هنا في النص صح هذه العين صح تحاول ترفع من تحت هنا كده تجي على الووتر باث تحطها هنا كده ليش؟ عشان تحس بها ستريتشنج لاحظ دي كم عينه اكثر من سكشن 1 2 3 4 5 6 7 صح؟ يلا ده خلاص وظيفته انتهت هذا عشان نبيه خليه محلل شغل الجهاز ولا المفروض يكون شغال لكن خليه بالجهاز بالسلايد الجديد الثاني بتيجي تحاول شنو تو سيبريت سيكشنز فروم ايتش اذر تفصل عن بعض ايوه تفصل عن بعض تجي من تحت كده تسحب هذا هو السكشن معه واكس بعد ذلك لما تحطه هنا في الهطلة تخطر بتاع ساعة مثلا تدوب الواكس حوالينه أو تحطه في الأوفن بعد ذلك استيل عشان يدوب الواكس الواكس يدوب يتحط هنا في الهطلة يتحط في شنو؟ في الأوفن خلاص كده انت بتكون جاهز فور ستيمينج كده انت وظيفة الجهاز هذا خلاص كده انت كده خلاص